إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا جبت الجهاز ده وأنا لحقته من التكسير، يعني هو كان على وشك من التكسير، هو أخد له طبعا هبدة يعني خلاص، بس أنا لحقته يعني كان هيتدشدش خالص. هم أخدوا منه، شالوا منه هو الترانس، هو مفيش فيه ترانس خلاص، فأنا يا دوبك لحقت اللي هي الجزئين أو الحاجات ديت، هو كامل بس زي ما انتوا شايفينه كده أنا لحقته إيه بالعافية. فعموما احنا عايزين نعمل النهارده زي ما بيقولوا ما عندنا في مصر، عايزين نعمل من الفسيخ شربات، يعني عايزين باذن الله اللي احنا نشغله. هو طبعا هو كله مفكك، هو شايفين كله مفكك خالص اهوت، والسلوك مقطعه بتاعته يعني شوف حتى السلوك اهي مقطعه. فاحنا على الاقل عايزين نشغله راديو، لان في ناس كتير الوقت ما عادتش بتستخدم الكاسيت طبعا خلاص انتهى، فهو على الاقل عايزين نشغله اللي هو كراديو. هو طبعا حتى يعني حتى هو اتصلح وشبع تصليح قبل كده، حتى في سلوك، بص يا جماعه مخلع خالص اهو شايفينه مخلع خالص اهو، وفي سلوك طالع من كل مكان، بس حتى في سلوك طالع من الجنب التاني اهيت. فعموما احنا هنحاول ونبدا حاجه في حاجه. لازم طبعا الشارجر زي ما قلت لكم يكون 2 امبير. هوصله واوصل، احاول اوصل ده في سماعات عشان نشوف فيه صوت هيطلع ولا مفيش صوت هيطلع. I've connected it already but I'm afraid there is no sound coming out. بصوا يا جماعه انا وصلت الشارجر او الشاحن بمدخل الدي سي، بس مفيش حاجه، هي مش سامع اي حاجه خالص شغاله، مش سامع اي حاجة شغالة خالص. فربما يكون في موجود هنا قطع مش ظاهر او مش باين بين اللي هو مدخل الدي سي اللي هي التيار المستمر والمكثف الرئيسي، فعشان كده انا هوصل بالمكثف الرئيسي مباشرة واشوف، ربما تكون دي كانت هي المشكلة، الله اعلم. في يا جماعة انا وصلت اهوت اللي هو المكثف الرئيسي، السالب بالسالب والموجب بالموجب، الوقت فيه صوت بس مفيش موجات بسبب اللي فيه مشكله في اللي هو المكثف المتغير. في الشخص اللي اشتغل فيه قبل كده افتكر اللي هو ما بيستقبلش الموجات بسبب اللي هي الاريال، فعشان كده هو ركب له اريال عباره عن قطعه سلك وما لقاهوش برضه بيجيب موجات، فطبعا ايه ادالي الخردة، او الشخص اللي هو التكنيشن اللي كان شغال فيه الفن اللي شغال فيه قال له ما عادش ينفع فرماه في الخردة. احنا هنشوف هنغير باذن الله اللي هي المكثف اللي هي المتغير ونشوف الاخبار ايه، وبرده في وهنشوف موضوع اللي هو السلك او الخط المقطوع ده هنا ماشي، او ممكن مفيش مشكله ممكن نسيبه على طول متواصل باللي هي المكثف الرئيسي مفيش مشكله. وهنشوف هنا برده محتاجين ان احنا نغير الجزء ده ماشي، الجزء ده اللي بتوصل فيه السماعات، لان يعني في برضو جزء مكسور هو مركب سلكه مكانها عشان يعني الشكل العام. There it is. Now I look for a replacement. هو يا جماعه انا هحاول دلوقتي الاقي بديل ليه. شايفين يا جماعه من جوه عامل ازاي؟ اهوت كل المايكه متكسره جوه اهي شايفينها، فعشان كده ما كانش ممكن هو يشتغل ابدا لان المايكه متكسره من جوه. دلوقتي هنبدله ونحاول نجيب واحد زيه بالظبط. في انا عندي قطع غيار فادور فيها اشوف كان في عنده واحد زي ولا لا. زون ده افضل بديل يا جماعه وصلت له.
افضل حاجة وصلت لها. نركب ده ونشوف. المهم جدا طبعا يا جماعة ان احنا نركب ايه اللي هو المكثف المتغير في نفس المكان اللي كان فيه، عشان طبعا ما نعكس نخلي ال ام دبليو مكان اللي هي ال اف ام. وده طبعا انا كان فيه ليا في فيديو موجود عن طريقة بيتكلم فيها عن اللي هو المكثف المتغير وكل شيء وكل ما يتعلق بيه وطريقة تركيبه ازاي. فيا ريت ممكن نرجع له، انا هسيب لكم عموما لينك ليه خلاص في تحت في اللي تحت اسم الفيديو. دلوقتي نجرب يا جماعة، جربوا دلوقتي. دي الموجة المتوسطة. كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الدروس كثيرة، ومعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن سلك الله العظيم. الوقت يا جماعه زي ما احنا شايفين الحمد لله بعد ما احنا غيرنا اللي هي المكثف المتغير رجع اللي هو اشتغل تاني. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت يا جماعه ما تنسناش في الاشتراك والمشاركه والاعجاب، واشوفوا فيديو جديد مع حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.